Edición طاهر طبنا. قدم لكم الشيخ الزبير التبسي مع الجماعة. جب الله النمس ولا منور لك كامورا وردات. وردات في خدود وردة المنور خدين وردة حمار وردات في خدود وردة خدين الأخرى حمار بستان في بلاد جردة اللي يحب يهدي الجارو ليام كي شغل خردة والناس في الزمان حارو الغزال طاع في قردة والاثنين في الحب سارو وردة في نهر غرم لازم تتبدل ريحتها وردة في نهر غرم لازم تتبدل ريحتها ثبت في الود وشي لما انت وحدك تعرف قيمتها ثبت في الود وشي لما انت وحدك تعرف قيمتها اما تشكر اما تذم اما تختم حكايتها اما تبزرع اما تلم اما تكتم نهايتها اول حاجة والاهم اسأل سكان في حومتها اول حاجة والاهم اسأل سكان في حومتها دمعة تجري ولا تزم صدق عين اللي شافتها أما أنت حبك أهم ليك الوردة وسعادتها نصحك ساقي قول نعم وردة وخدعت ذريعتها أول مرة طلعت ثم وذبل رجت مياه سقتها رفرف غصن طلع وحمل خدعت الأحباب ببسمتها أنا الأول قلبي دم ويا ما غرقوا في جرتها لك أمورا أنا الأول قلبي دم ويا ما غرقوا في جرتها ثبت بالك لا تندم وتديك الوردة وتحفتها وثم ما تقدر تسلم وتدعي للعالي لفرقتها جف جف الحبر من القلم نامة وفي وقضى صورتها أنا اللي قضى درت وحلم وكل كلمة تشرح معنتها اختم القصة وتبسم على ذا الوردة وحكايتها شبيه شبيه وجهك صفار شينتي بعد الحمورة تنتي وشبيه وجهك صفار شينتي بعد الحمورة ياك كنتي عندنا خيار وكنتي دوال الضرورة من داك يا لوح لفجار ريقي هوات ومرورة نبكي والقلب محتار أنا غضري خذ نورة خاطرك انتي مهدية في خاطر عبد الرحمن التقلي هتا إديسيون طاهر طبنا ومهدية للشيخ سعيد اللموشي وليد ولا كامورا العين العين شافت والقلب قفز العين شافت والقلب قفز تهز بعزك ده خبالة العين شافت والقلب قفز تهز بعزك ده خبالة حتى العاقل عادي دز رفع عيونه شوار الخالة حتى العاقل عادي دز هز عيونه شوار الخالة سقسي ما معنى العز
عند اللي عاشوا رحالة، جحفة على ناقة تهز، ومهري سامي في الخيالة، ورباعي من الشعب بيكز مكاحل تتكلم زلزالة. هذي بخطر ناس الحضنة، بخطر غشي باركة مقرا وبرهوم، وبخطر احتزبا، بخطر ناس بسكرة